اسم طبعا سمية عبد السلام سعد شويب، رئيس تحرير صحيفة أخبار الجابية، كنت فيها طبعا صحفية، أيضا كنت مراسلة يعني أكثر من صحيفة، كانت منهم ضمنها فسانية، أيضا كانت من ضمنها صحيفة وطني، كذلك كنت ولازلت معدة برامج ومذيعة بتاعة الجابية المحلية. اختياري للمجال الصحفي والمجال الإعلامي بالذات حب وشغفي بهذا المجال، حبي للمجال هذا كان كبير جدا. خدمة المجتمع هو اللي جعلني نختار هذا المجال، يعني كنت ننظر في المجال الإعلامي هو نقل معاناة المواطن، نقلها من خلال وسائل الإعلام، نقلها للمسؤولين طبعا اللي يكونون بعيدين كل البعد على المواطن، فنحن كإعلام حلقة وصل لنقل هذه المعاناة. أهم إنجاز نفتخر به أني كنت الصحفية الأولى في مدينة الجابية، والآن أعتبر رئيس التحرير الأولى في مدينة الجابية. أيضا نقدر نقول نحكي مع نفسي أني أنا تقريبا ثالث رئيس تحرير، ثالث رئيس تحرير في الدولة اللي بيها طبعا مباحث سليمة بن نزهة وبعد أبلة تهاني الدربي. المرأة تستطيع أن تكون في أي مجال، في أي مجال تستطيع أن تكون، وأن تكون في أي مجال قائدة، يعني ما تكونش في أي مجال عبارة عن أن هي نقدر نقول موظفة، ولكن تكون هي المحرك الأساسي لهذا المجال. نسعى إلى العدالة، أننا نكون ناخذ حقي كيف كيف أي رجل، أو كيف كيف كل الموجودين في المجتمع في العمل بكفاءتي، ناخذ حقي في أننا نكون في المناصب السيادية كمرأة، كيف كيف الرجال موجودين الآن في المناصب السيادية، من مانع أن تكون مرأة موجودة هي أيضا في المناصب السيادية، ويتم اختيار وزيرات، يعني ليش دائما نرى الوزراء أكثر من الوزيرات، ليش بيكون على الأقل هنا ما نبيش نقول محاصصة أو يتم التقسيم بالتوازي، ولكن يكون في عدل في التقسيم، أن المرأة أيضا تكون في هذه الوزارات. خطط المستقبلية أن هي تكون عندنا مجلة نسائية تتبع لصحيفة أخبار الجابية، أن صحيفة أخبار الجابية تكون مؤسسة وليست صحيفة، أيضا أن تكون صحيفة أخبار الجابية تكون مركز تدريبي للصحفيين والإعلاميين، وهذا ما نعمل عليه الآن.